تمزق شد. لا مش تمزق، ذا مش تمزق. لا لا اقول العاده يعني العاده، إيه العاده صح، العاده ياخذ ثلاثة اسابيع ويرجع اللاعب، لكن اي نعم نعم هذا التمزق البسيط او الجزئي او، لكن انت تقول لي في جراحه معناها في يعني نتمنى له الشفاء، يعني اذا جراحه معناها زي ما تفضلت الى نهايه الموسم، وان عنده مشكله في العضله اكبر من انه يكون تمزق. لكن انا اشوف انه زي ما تفضلت انت في سؤالك لابو سعد، يعني انا بختلف شوي عن انه ما في لاعب يكون خساره بصفه عامه، لا على الهلال لان عنده البديل في الجهتين، ولا على المنتخب لان في بديل بصفه الظهير المهاجم، ياسر مثلا، البريك، الزوري، الحربي، منصور، كادش، كل اللي يلعبون في خانه الظهير الأيمن الآن هم هجوميين أكثر منهم في الشق الدفاعي، وهم نفس الليفل، يعني ما في تأثير كبير أنا بشوفه بيكون على الهلال أو على المنتخب، زي ما شفنا في الفترة الأولى كان أيضا هو مصاب، أو في الموسم الماضي أعتقد أو رجع السنة هذه متأخر. بس في الهلال ما في بديل، يعني تتكلم عن الزوري لا زال غايب حتى الآن لم نشاهده يلعب. لا بيرجع، أنا التقارير الأخيرة أن الزوري معاهم في المعسكر وكان موجود في المعسكر الأخير هذا اللي في أبوظبي، وإنه رجع يعني بصفة رسمية، ولو ما في أنا أعتقد فيه الهلال لعب في فترة من الفترات بلاعب شاب ما أذكر اسمه، زج فيه في ناحية الظهير منصور غازي، وهذه على فكرة فرصة يا أخوي فهد، يعني ساعات تجي فرص عشان تشوف لاعبين جدد، إحنا شفنا في النصر السنة هذه اثنين لاعبين بارزين جدا، عبد الرحمن و شو اسمه سامي في الوسط النجعي، فهي فرصة ممكن انك تشوف يعني لاعبين في الهلال، تخلق لاعبين تعطيهم فرصة الآن. إصابة ياسر